البطولة الأشهر في العالم أوروبا أو يورو 2020 النهاردة هتنطلق مباريات الدور 16 من البطولة. اللقاء الأول هيجمع الساعة 6 مساء ما بين منتخبي ويلز والدنمارك. الماتش هيتلعب على استاد يوهان كرويف في مدينة أمستردام الهولندية. المنتخب الويلزي بيحل في المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد ما جمع 4 نقاط من الفوز على تركيا، تعادل مع منتخب سويسرا والخسارة من منتخب إيطاليا. في المقابل بيتأهل منتخب الدنمارك بأعجوبة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد خسارته في أول مبارتين ضد منتخبي فنلندا وبلجيكا، لكن الفوز الكبير اللي حققه على منتخب روسيا في الجولة الأخيرة 4-1 ضمن له التأهل. خلونا نروح للمنتخب الإيطالي، أحد أفضل المنتخبات إن لم يكن أفضلها على الإطلاق في الدور الأول من البطولة بعد ما فاز بمبارياته الثلاثة بسجل هجومي لافت ودفاع لم يقهر. من الواضح أن المنتخب الإيطالي بدأ مرحلة جديدة في أسلوب لعبه، أسلوب لعب جميل جدا ومغاير تماما عن طريقة الطليان اللي اشتهروا بيها خلال تاريخهم. طبعا اللعب الدفاعي، الدفاع الإيطالي، إيطاليا دلوقتي بتبحث عن النتيجة ولا شيء سوى ذلك. ده طبعا كان طريقة لعبهم في قبل كده. في المقابل المنتخب النمساوي بيحاول ربما أنه يحقق المفاجأة أمام الأزوري اعتمادا على بعض العناصر المعروفة زي ديفيد ألابا وماركو أرنا ووتوفيتش. تدريبات طبعا احنا زي ما احنا متابعين دلوقتي تدريبات للمنتخب.